السؤال حادا ومستعجلا. تكون إجابتي بعد قراءة. تشير بيدها نحو الشمس. نحتفي بتوقيع وإشهار روايتي الجديدة التي بعنوان مشاعر خارج عن القانون، والتي صدرت عن دار كل شيء في حيفا. من هنا أشكر الأخ صالح عباسي الذي دعمني وساندني، وأشكر كل من ساهم بترتيب هذا اللقاء، وعلى رأسهم المحافظ الذي رعى هذا الحفل، ووزارة الثقافة ومكتبة البلدية وهيئة شؤون الأسرة، وأحبتي في الداخل، وأنتم والجميع، جميع من حضر، شكرا لكم. هاي رواية ثانية للأخت رولا غانم، الأولى الخط الأخضر، اليوم في عنا اللي هي مشاعر خارج عن القانون. خلال عام كان في عنا روايتين. إحنا دورنا كوزارة الثقافة اهتمام في الأدباء والمثقفين في كافة المجالات، وخصوصا عندما يكون في عنا سيدات يكتبنا، فإحنا كوزارة ندعم هذا التوجه، ونأمل أن يكون في هناك ويحذو حذوها الكثير من من يكتبن في مجال الأدب، في مجال الشعر، من بناتنا، من أهالي محافظة طول كرم، حتى يكون فينا فدوة وكان طول كرم إن شاء الله لاحقا.